هحتاج لك وتحتاج لي، ما بينا ألف حلقة وصل، وبشبه لك وتشبه لي، فحب الخير وطبت الأصل، ماليش غيرك أكيد، لكن محدش فينا مختار حد، أنا وإنت حكاية ناس مقاسمين الحياة مع بعض. اللي عايز يعمل حاجة البلد حقيقي يعني، ودي بلد السنة اللي فاتت الأغنية بتاعت ده مع بعض، والسنة دي تكملها لينا ولا مش هتطلع، وكل سنة بتنجح الأغنية لأن كمان بتشتغل فيها، إذا كان مغنيين أو لاعبين أو كاتب أو بروديوسر، بيحسوا نفس الإحساس وهم كمان بيعملوا حاجة للبلد. يعني وأنا نسيت سوري مروان، راح مروان كمان مخرجنا العظيم، أنا آسف جدا. السنة دي انت ايه الحكاية؟ فالتحدي السنة دي كان اكبر بكتير، وبرضه ظروف المجتمع كانت صعبة، فده كانت يعني بلا شك موجودة الستريس علينا كإدارة. جت الفكرة في السنة دي ان احنا بنقول عايزين ندخل يعني خطوة لقدام في العلاقات الإنسانية، عايزين ندخل ان احنا بنتكلم قبل كده قلنا ان احنا بنجمع بعض في 2011 ان احنا بنتجمع ونبني، في 2012 بيكون ان احنا بنتجمع كمحافظات ونجمع الناس من كل محافظه وبنتكلم باللهجه واللغه بتاعتها. السنه دي في 2013 احنا بنقول عايزين نعمل روابط، عايزين نجمع الناس كروابط انسانيه ان احنا ما بنناش من بعض.